لي لا لازم تطلعي، حتى انت يا ماما، انت يا بابا لازم تطلع، لازم تطلعوا بالمسيرة، انا اليوم لازم نشوفكم في المحكمة قال غالي. لي انا كنت في حي الدولار، يا ماما شو نحكي لك؟ قال لي شو نحكي لك؟ قلت له شنو في؟ ويقول لي صاروخ نزل على عائلة، ام كانت تردع في ولادها ونزل عليهم الصاروخ، نزل عليهم السقف وعور العيال الاثنين. انظر يوصلوا العيال للمستشفى الجلاء ولا ما يوصلوا؟ وهو يحب العيال واجد واجد واجد، يحب العيال. وعدى ونحن قاعدين نشوفه في الأخبار وهيك، أبوه كان يقول لي خليني هذا العيل نمسكه، ناخذ الصورة نكسرها، على هالشغلانة هذه مش حيسلم منها. وعدى هذاك اليوم يلي ما شفته، ما شفته. شخصية كانت حلوة وبارزة، محترم، يجبرك على احترامه. وأول ما انقطع النت قال لي لازم أنا تو نفتح التوي. هو كان يشتغل قبل في الانترنت في التوي سيرفيس بروفايدر. قال لي أنا بما أن ما فيش صوتنا مش قادر يوصل لبرا، أنا لازم نوصله. من يوم 19/2 بدا يبت وبدا يطلع في الصورة وبدا يوصل للعالم نحن هنا شنو اللي قاعد صاير. كان هدفه إن تتحرر ليبيا، يقول لي كل شيء باش نعيش في حرية. كان يشتغل وكان يسهر لعند الصبح، يعني لعند 5 6 الصبح، ونحن سهرين على الفيديوهات وعلى الصور، يراسل في ناس، يطلب في مساعدة. كان طول الوقت يشتغل، طول الوقت يشتغل. وبعدها جونا قالوا لنا راهو في طيارة طاحت ولازم حد يصورها، يعني طلع على أساس إنه بياخد صورة وبيروح. ما شفناه من اللحظة هذيك. عمري في حياتي ما دعيت على حد، أول مرة ندعي على واحد هو اللي قدام وعيان. ربي ياخذ الحق منه وحسبي الله ونعم الوكيل.